مرحبا بكل من التحق بنا في برنامج الماتينال. وكما العاده قبل ما نمشي ونختموا مع لي شيف، نحب نذكر انه قطاع القوارص اللي هو قطاع يحتل مكانه هامه في الحياه الاقتصاديه والاجتماعيه، اذ يساهم في تسديد حاجيات البلاد من الغلال على امتداد 8 اشهر في السنه، خاصه بعد ادخال الاصناف الجديده، كما يوفر الدخل والشغل لاكثر من 30 الف عائله، ويساهم بقيمه 25 مليون دينار عائدات سنوية من العملة الصعبة. تمسح غابة القوارص حاليا حوالي 28.5 ألف هكتار، حوالي 7 ملايين شجرة، وهو ما يمثل 5% من المساحات الجملية للأشجار المثمرة المغروسة، وتتكون بالأساس من البرتقال المالتي الذي يغطي حوالي 29% من المساحة الجملية، يليه النافيل ب 24%، ثم الكليمونتين والمدالينا ب 21%، والقارص ب 14%، والبرتقال المسكي 6% والبرتقال الصيفي 3% والأصناف الأخرى ب 3%. قدر إنتاج القوارص بالنسبة لهذا الموسم بحوالي 440 ألف طن، مسجلا زيادة بنسبة 20%، وشمل تطور عدة أصناف على غرار البرتقال المالتي 21% والنافيل 35% والكليمونتين 23%. في هذا الإطار أعد المجمع المهني المشترك للغلال بالتنسيق مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري برنامجا ترويجيا يتضمن عدة عناصر، من ضمنها ومضة إشهارية حول القوارص بهدف تشجيع الاستهلاك الداخلي وإبراز الفوائد الصحية للبرتقال فيما يتعلق بالوقاية الطبيعية من الأمراض والفيروسات، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا. نشوف سبوت. البرتقالة هدية ربانية، نعمة من نعم الخالق، نابتة في ترابنا، متغذية بمانا، شمسنا وهوانا. البرتقالة بالفيتامين مليانة، بميزاتها تقويك مع الماكلة وغير وقت الماكلة، خليها عادة للصغار والكبار، تقويك، تقوي مناعتك من الأمراض والفيروس، تحميك. قد ما تستهلك برتقالة قد ما تقعد صحتنا ودنيتنا مزيانة. مرحبا بكل من التحق بنا في برنامج الماتينال. عنا فقرة صافي وفقرتك شنو اليوم صفصوف؟ فقرتي كان حب ربي، كان حب ربي، كان حب ربي اللي هي اليوم من قاع الخابية يا فاطمة. باش نحكي لكم على مثل معروف، هي اون سيتاسيون نجم نقولوا معروفة في العالم الكل، نحكي لكم التفاصيل نتاعها توا ولا بعد ما نشوفوا لي شيف؟ بعد ما نشوفوا لي شيف، نشوفوا لي شيف وبعد نشوفوا السيتاسيون تاع صافي. دونك كيف ما شفتوا قبيلة مشاهدينا، احنا حطينا جلبانة نتاعنا الطيب معاها الصوبيا ومعاها السناريا، فوحناها بشوية تابل شوية كركم ملح وفلفل اكحل، وحطينا معاهم الثوم، ما ننسوش البصل السقوي، هذوما الكل تقلاو في زيت نجمه دويو بلس، حطيناهم مرقنا لهم شويه ماء مش ياسر كيف ما قلت لكم، نخليوهم يطيبوا هما مغطين على نار هاديه. توا جاء الوقت نتاع حطان الجناريه، كان شفتوا انا ما قصيتهاش الجناريه نتاعي باش ما تكحليش، نقصها اخر وقت هكا على اثنين، ناخذ ملعرف عرف وانا نازل، دونك نجم نقصها على اثنين على اربعه حسب كبره كعبه الجناريه في حد ذاتها. هكا الجناريه نتاعنا مازالت فرشكه وصغيره في العمر، دونك علاش كان شفتوا حتى القلب نتاعها مزيان ما يسحقش ان نحيوه. دونك هذه الجناريه فصيناها على اثنين باش نحطوها تكمل الطيب مع الجلبانه في الدريجين الاخرانيين، ما يلزمهاش تبقى برشا على النار، راهي الجلبانه والصوبيا راهو غالطين اللي يخليوهم يغليو مده طويله. دونك هكا قريب باش تطيب احنا الجلبانه نتاعنا، حضرنا لها شويه فلفل اخضر باش نحطوه اخر وقت مع سنة ثوم في الاخر تعاود تزكينا المطعم. انا نحب نشوف الشيف فتحيه وين وصلت في الخبز. الوغ انا الخبز خمر بالقدا، خمرته مليح، قلبته في الشقاله نتاعو حتى خمر بالقدا بالقدا، نحطو على البلان ترافاي نتاعي ونجي نقصو خبيزات خبيزات كيما تشوف فيهم هكايا. تعرفوا الخبز مادام ما نحطلوش فرينه من برا، نجمو نحطو له شويه زيت ديو بلوس من برا نرطبوه اذا كان يتلبق برشا، ما اذا كان مش يتلصق ياسر ما نستحقوش. باش نجي ناخو التن نتاعي اللي هو تن الموجة الزيت النباتي، نجي نحل التن نتاعي ومن بعد نحي منه الزيت، ديجا نصب الكل في السحفة كامل، نحي الغطاء نصب الكل في السحفة باش ناخو منه، هو باش يكون الفاخس نتاعي نتاع الخبز اليوم.
الوغ نهبطوا بمغرفه التن على ما شاء الله على ملعب الحكه معبيه حتى ما يهبطش وقت اللي نقلبوها الحكه، يلزم نعاونوها بالمغرفه باش يهبط كعب كعب خاطرو. تشوفوا فيه كيفاش الكعب نتاعو كبار، يوريك الكاليتي نتاع التن الموجه وتن البدر كيفاش مني نهبطوه، حاجه فريمون خارقه للعاده. الوغ نجي ناخذ العجينه نتاعي ونهز شويه تن نحط له في وسطه ونسكر عليه، نحط له بالقدايتون نسكر عليه ونحطه يخمر في الطبق. ومن بعد هذه ليتاب الثانيه نتاع الخبز، ومازالت ايتاب واحد اخر خبز هذا بالمراحل، نحطه هكايا يخمر كعبات كعبات قرص قرص. ومن بعد مازالت ليتاب الثالثه اللي باش نحط له فوقه معناها خلطه اخرى، ونحط له شويه جبن مرياح اللي بالملح اللي نسميه احنا جبن مقرونه، ونشوفوا كيفاش كملوه مع بعض. اما لازم يخمر قبل شوي. يعطيك الصحه شيف فتحيه. انا قبل ما نرجع لفاطمه فيت في باش نحضر مع مشاهدينا الفاخس اللي باش نعملوه للسردينه محشيه اليوم، قلنا باش ترافق جلبانه وكيف ما شفتوا بالصوبيا اليوم مولد البحر هو اللي غلب. باش نزيدوه مولد البحر استعملت اليوم التن بالزيت النباتي من عند البدر الحكه الخضراء هذيا، سقطرتها من الزيت نتاعها، طيبت كعيبه بطاطا متوسطه، هرستها وهي سخونه خليتها بردت، توا باش نزيد عليها تن البدر بالزيت النباتي. شوفوا حتى هو قطايع كاملين، حاولوا خرجوه فتفات صغير بالفرقيطه هكا. دونك هذايا التن نتاعنا باش نزيدوا عليه شويه معدنوس باش يعطينا نكهه بنينه للفاخس، باش نحطوا معاهم بصل سقوي هذايا البصل الشتوي مقصوص جيد بالعروش نتاعو كان نحبوا، نقصوه جويد بالكدا، وكان باش تستعملوا البصل الاخر ذبلوه قبل. وهوني عندي فخوماج جودا رابيتو انا حضرته من عند مرياح اللي هو 100% حليب الفخوماج هذايا البنين اللي يذوب في وسط الفاخس الكل يعطينا نكهه مميزه ليهم. دونك ديما نحرص على اني نستعمل شويه جبن في الفاخس اللي انا باش نعمله مع السردينه هوني، وما ننسوش توزويزه ونكهه بنينه تجينا من هريسه السكام اللي مفوحه بالتابل والكرويه والثوم. دونك لازم نحطوا طريف هريسه من عند سكام يعطينا نكهه بنينه للسردينه المحشيه هذه مبطنه باش نقليوها في زيت نجمه دو بلوس، انا حطيته يسخن. دونك نكمل نعبي كعبات السردينه نتاعي بهالفارس هذيا، من بعد نبطنهم في فرينة ورده ونحطوهم يطيبوا ويتقلاو. نرجعوا لفاطمه وصفاء. مشكورين لشيف نمشيو بحذا صفصوفه ونشوفوا فقرتك. اي اجا بحذايا يا فاطمه، هاني جيت نحكي لكم على مثل هو كما قلت لكم اون سيتاسيون مثل عربي قديم على الاخر مر عبر العصور، واللي هو يا فاطمه كما تدين تدين. تقول صافي ترمي في المعنى ولا حاجه فاطمه صباح تعمل لي في الكمام، ما نرمي في المعنى على حتى حد، لكن بالحق في الدنيا هذه كما تدين تدين، كان عملت الباهي باش يرجع لك باهي، كان عملت الخايب لا قدر الله اكها امورك. دونك يحكيوا على زمان وين كان فما راجل يا فاطمه في قديم الزمان كان يعنف للاسف صف مرته برشا. في نهار من نهارات كيما نقولوا احنا استفزت ولا حاجه كيف من هكا، دونك اضربها بعصا يعني ضربا مبرحا الى ان فقدت الوعي. دونك راجل ماشي في باله كل مره كيما كل مره يعطي تريحه لزوجته للاسف يغمى عليها، لكن المره هذيا تبين انه المراه اتوفيت. تخل الراجل بعضه وحار في امره، شنو هو باش يعمل وشنو هو باش يحكي للقبيله نتاعها، على خاطر كيف ما نقولوا احنا عندها عرش كبير ياسر كان يسمعوا به يعني انه قتل البنيه، دونك يجموا يعملوا فيه كارثه. الراجل حار في امره وقال شنو نعمل زعما، امشي فما سيد موجود في القبيله هذيا كيف ما نقولوا احنا معروف بالخداع نتاعو والمكر نتاعو، امشي له دق عليه الدار قال له يا سي فلان راهو صار كذا وكذا وكذا، انصحني شنو نعمل باش ما يهجوش عليا القبيله نتاعها ويعاقبوني ونجموا يقتلوني انا بيدي. خمم الراجل وقال له اش رايك؟ هاني باش نعطيك اقتراح. قال له شنو هو اللي هو؟ قال له تستدعى اشب واحد، اشب شاب يعني شاب يكون وسيم ياسر مزيان، تستدعاه لدارك. أيوب. اي كما ايوب هكا بالضبط بالضبط، اما لطفي على خويا من المصير. دونك تستدعي شاب من اشب ما هو موجوده في القبيله بتاعه وتعرض عليها تقول له مثلا راني مستدعاك لداري باش نضيفك، ثم تقتل الشاب وتحط جثته بجنب جنب جثه الزوجه نتاعك. فكان كذلك يا فاطمه، مشى الراجل خرج من عند السيد هذايا، مشى لوج على اشب شاب في القبيله وعزموا لدار وقالوا اي مستدعيه كذا للضيافه. دخل الراجل للدار قتلوا السيد هذايا وحط
جثته بجنب الجثة متاع السيد الآخر. كي سمعوا دار الطفلة المتوفاة جاوا لدار بنتهم لقاو الطفلة متوفية، قالوا له كيفاش قتلتها كذا؟ قال لهم لحظة برك ما تحكيوش ياسر، راني لقيت الشاب هذايا يزنى بمارتي، فلذا أنا اضطريت إني نقتلهم. والعائلة هذيك بالطبيعة دونك تكتموا على الخبر تكتم تام، على خاطر بالطبيعة فضيحة ما نجموش يخبيوها. وتعديت الحكاية كيف ما نقولوا، الراجل اللي المخادع الماكر هذايا عنده طفل في مقتبل العمر، فقد ولده كما نقولوا مده نهارين ثلاثه ايام، الطفل ماهوش يروح للدار، شنو هي الحكايه؟ تخلوا الشك وتخلوا الهلواس، مشى للسيد اللي قتل مرته قال له بربي كنصيحه اللي عطيتها لك عملت بها كما قلت لك عملت كذا وكذا، قال له مريق راه وكذا وكذا، قال له بربي تنجمش تهزني وين انت دفنت الشاب هذا نحب نشوفه؟ مشى هزوا وتبين الامر انه طلع ولد السيد المخادع اللي اعطاه نصيحه انه سيد قتل مرته فلازم يقتل بجنبها شيب وتتهم في عرضها وتتهم في شرفها وتهمها بالزنا لهنا، وهنا كانت نهايه ابنه فلذت كبده. دونك من هنا جاء المثل العربي ولا سيتاسيون كما قاعده فاطمه تفرق فيهم عليا، انها كما تدين وتدين ومن حفر جبا لاخيه يصبوا في بعضهم هذوما مع بعضهم. عملت فونداسيون تاع زوز كونفيزيون تاع زوز امت لا، فانه بالحق كما تدين وتدين في الدنيا هذيا، عملت الخير حتى كان ما عرضلكش اليوم يعرض لك غدوه، كان الخير وعملت الشر حتى بعد 100 سنه يرجع الشر هذاك على اهله وماليه. مشكوره صافي يعطيك الصحه صفصوفه. دونك احنا توا كنشوفوا سبوت الخاصه بجويس، جويس اللي نقولوا ديما عندهم 3 بوتيك 3 شاورومز، تلقاوها في نابل، تلقاوها في الحمامات الجنوبيه، وتلقاوها في سكرة. اكثر معلومات تدخلوا على الباج فيسبوك نتاعهم ولا انستغرام، وعندهم تليفونهم اللي هو 23 40 737، نجموا تكمانديو اللي تحبوا عليه يوصلكم حتى قدام باب داركم الارتيكل اللي حاجتكم به وتخلصوا قدام باب الدار. علاش انا حكيت توا صافي كانت تحكي دونك وغدوة إن شاء الله صافي تعطيكم أكثر معلومات على جويس. تفضلوا. بحضرنا تويكا في الاستوديو الاستاذ انتظار سنوسي. صباح الخير عليك زين، صباح عليكم ان شاء الله، عامكم مبروك ومحلى استوديو جديد، سلام مبروك يعيشك، مرحبا بك يا لاله. دونك اليوم باش نحكيو على الام العزباش، شنو هو تعريفها في القانون؟ ما قبل كان تسمح استاذه نرجعوا بحضر الشيف. اي خلطتوا على ما خلطتوا، فضولي العركه بيني وبين فتحيه تسرق في الثوم حصلتها. عمرنا ما نتعاركوا يا ايوب ما تنجمش. الو هنيا عندي شويه زبده مرياح نحطها في الكسرونه نتاعي، نحط عليها شويه دوبلاش ثوم كيما ترى فيها هكايا، نذوبهم على بعضهم، نحط عليها رشه سكر خفيفه، هذا باش يجي فوق الخبز راه، ونحط عليها اما كليل ولا زعتر ولا حبق، بالحبق تجيب لينا ياسر، ولا ليزيرب دو بروفونس، هذوما اللي نذوبهم مع بعضهم باش نحطهم فوق الخبز نتاعي، لكن بعد لا نعمل له قصه صغيره هاو تو نوريها لكم. دوبا يغلي ما حشناش باش يطيب ياسر الزبده، الذوب ناخذوا المقص تاع الكوجينه ونعملوا كخوا كيما تشوفوا هكا، نجيو نقصوها شويه الخبزه من فوق، نعملوا فوقها قصه هكايا، ومن بعد ما نوصلوش للحشوه، ماذا بينا في العجين برك، هذاك علاش خليتهم خمروا مليح باش ما نخلطش للتون اللي في وسطها. نجي من بعد ناخذ شويه من الخليط هذايا الثوم اللي ايوب هاو يشم في ريحته فيه برشا، ونصب شويه فوق وجه الخبزه، وناخو جبن المالح مرياح، ديما نقول لكم هو جبن مقرونه اما بنين برشا في الحاجات هذوما، يعطي نكهه بنينه، ونجي ونعمل رشه باهيه فوق وجهها وتدخل الكوشه بالطبيعه في تياب نتاع خبز، والخبز نتاعنا يكون مفوح وبنين، تشوفوا النتيجه نتاعو. ومن بعد معانا يعطيك الصحة شفتية. دونك هذايا الخبز اليوم في وسطه تن الموجة معها أكيد الفخوماج البنين من عند مرياح قاعد يحضر، أنا قاعد نكمل نطيب في كعبات السردينة اللي عبيناهم بالفاخس متاعنا اللي وريتهولكم، يكملوا يطيبوا بعد ما بطنوهم في فرينة وردة.
ونقدموهم مع جلبانه بالصوبيا اللي حضرتها لكم اليوم. نرجعوا لفاطمه. مشكورين للشيف. نرجعوا لو نحكيو مع الاستاذه انتظار السموسي. اليوم نحكيو على الام العزبه. شنو تعريفها هنا بالقانون استاذه؟ الام العزبه هي هو حتى التيرمينولوجي نتاعها والاسم نتاعها غريب شويه. احنا في مخيلنا الشعبي وفي واقعنا نقولوا الراجل العازب، نقولوا الاعزب. معناتها الام العزبه هي الصيغه مش موجوده. هي الام العزبه هي الام التي تنجب طفلا مولودا خارج اطار الزواج، يعني بدون اصداق، لاسباب متعدده ولظروف متعدده توجد فيها المراه بدون رسم صداق. لان احنا انجاب الابناء والاطفال بالصداق اللي نكتبوه عند عدول، والا الصداق اللي اصداق نكتبوه معناتها في البلديه. الام العزباء توجد في وضعيه معينه انها تنجب طفلا بدون رسم صداق. هذه هي الام العزباء. نعطيك بعض الحالات لو تسمح سيدتي الكريمه، نعطيك حالات واقعيه. مثلا سونيا المعينه المنزليه التي يعتدي عليها ابن ربة البيت، وتعلم ربة البيت، عرفتها نقولوا احنا اللي هي اعتدي عليها ولدها، تطردها من المنزل شر طردها، طردها، تجد جنينا يتخبط في بطنها. يا لطيف. حالة ثانية، أمال مروحة من المعمل، عادي مروحة من الخدمة نتاعها ستها نتاع العشية مع المغرب، في عاد تمشي بالطريق العادي، مشيت من الكرسي، نقول احنا من بيست عربي، يعرضوها ثلاثة وحوش بشرية ويقع اغتصابها، تشكي يدخلوا للسجن، تحكم عليهم لإعدام ولمؤبد ولي 20 سنة، وتجد جنينا يتخبط في بطنها. هذوما حالتين زوز. نعطيك مثال آخر، زوز طلبة يقراوا مع بعضهم، يحبوا بعضهم، علاقة حب، ينويوا باش يتزوجوا. يقولها ما عنديش يعني امكانيات باش نتزوج، و و امكانيات ما تسمحش، مازلنا نقراو، ظروف ما تسمحش، ظروف معينه، اي نعملوا زواج عرفي، نكتبوا ورقه عرفيه. يكتبوا اكل ورقه العرفي ويسافر لفرنسا ويتعرض الى حادث مرور ويتوفى، ويبقى ذلك الجنين يتخبط في بطنها. يعني باهي البنات اللي يصير عليهم ما نعرفش انا اغتصاب، ما نعرفش يستغلوا انه هي مثلا تكون عندها اعاقه ولا حاجه، يستغلوا انه هي ما تفهمش ولا ما تعرفش. لهنا كيفاش يتعامل القانون؟ ولا اذا كان كل حد والحكم نتاعو، كل واحد والحكم نتاعو. اذا كان وقع اغتصاب في حاله اغتصاب وهي مثلا وقعت تعدي عليها وهي ساذجه، بطبيعه القانون يتدخل، هي حاله اغتصاب من اقصى العقوبات. ولكن احنا نقولوا نفوتوا وضعيه المراه العزباه، الام العزباه، والمجتمع والتقاليد والعادات وكلام الناس. عندنا طفل شنو هي وضعيته وقت الطفل هذاك؟ ما هو مصيره؟ خاطر قبل في القانون يقعد مجهول الاسم واللقب، ما عندوش حتى مضمون ولاده. تدخل القانون باش يولي عنده وضعيه قانونيه، والأم التي تنجب طفلا خارج إطار الزواج، قانون 1938 فما تنقيح جديد، وفي 2016 ولات الأم تنجم تقيد الولد باسمها، تسند له اللقب. هذاك لقينا الأم. الأم موجودة. تنجيك الحالات الأخرى، إذا كان الأم ولدت وتعرف صغيرها وتعرف اللي تعدى عليها هو معناتها في وضعية معينة، تقيده في البلدية باسم ويبدأ عنده مضمون ولادة فيه مكان الأم ومكان الأب فارق. أما على الأقل نقولوا احنا سيدتي الكريمة عنده اسم ولقب وهوية، يدخل يقرا يداوي. وهنا القانون التونسي راهو خذا جرأة كبيرة، لأنه قبل كان لا مضمون لا هوية لا بطاقة تعريف. احنا نقولوا أطفال بورقيبة فوالا، يعني يتقيدوا بلقب. أطفال بورقيبة ربما كلمة لايقة ومحترمة شوية، فما كلمات أخرى اللي توجع أكثر والتي تؤذيهم. هذه إذا كان معروف وأم وقت. فما اللي مجهول النسب. بالضبط. واللي نلقاوه مروح في سلة القمامة، نسمي الأسماء يعني بمسمياتها، في ويد في المهمل. فما حالتين هنا، إما حالة أن أبوه معروف وهنا تشكي إلى المحكمة ويقع تحليل الجيني لديان ونتيجة 100%، وتحكم عليه المحكمة بإسناد يلحق، تسمى الحاق نسب، ويلحق بوالدهم ويحمل اسم والده، ويكون عنده واجب الولايه، ويكون عنده واجب النفقه، الا الميراث يتقيد باسم ابوه بحكم قضائي المحكمه عن طريق التحليل الجيني. المحكمه هذا كلها قوانين متطوره في تونس، ثم هذا يعتبر الحاق نسب بالرغم الفراغ. بالرغم الفراغ. والا فاطمه فما حالات اللي يبدا البو معروف، وفي فتره من فترات لوضع اجتماعي معين، لظروف معينه، لوضع اجتماعي، غلط كذا، ما يحبش يعترف بكذنا هذاك، ثم لاحقا يحن، يرجع ليه ضميره ويعترف بالصغير، يعترف به، يسمى اقرار. الاقرار القانوني
القانونيه هذه كيف كيف نمشيو الى دائره الاحوال الشخصيه والمحكمه معناتها تلحقه بنسب والدي. شو بقى عندنا؟ بقى عندنا الاولاد اللي لا نعرفوا لا ابوه لا امه، مجهول الهويه، موجود في بلاصه معينه. ومعنا هنا القانون، المحكمه، رئيس المحكمه وقضاتنا، رئيس دائره الاحوال الشخصيه ورئيس دائره الاحوال الشخصيه يسند له لقب شكلي، اعطيه اسم ام واسم بو وتاريخ ولاده وعنوان وجد وجده، هم وهميين او شكليين ولكنهم باش غدوه يمشي يقرا، باش غدوه يمشي يعدي الباب، باش يمشي خارج بطاقة. يعني هنا هذوما الكل اصلاح الغلطات بالقانون، القانون ما يخليش الوضعيات مسيبه كيكا. البشر المواطن التونسي اللي تولد في غلطه وما عندوش ذنب فيها راهو. نحكيو على القانون باش ما نحكيوش لا على الدين لا على حرام لا على شفت بالله. احنا نعطيو حلول قانونيين لمواطنين توجدوا في وضعيه هما ما عندهمش ذنب فيها، هما ما غلطوش غلطه في ظروف معينه والا جريمه معينه، القانون التونسي تدخل باش يكفل لهم احترامه ويحتفل يكفل لهم كرامته. انا جاني صغير باش يعدي الباك، قالوا استاذ راني انا ما عنديش مضمون باش نعدي الباك، عندي كان اسم امي. يعني مستقبله يضيع. بحثنا على الاب والحق نسبه واعترف الاب الحمد لله بابني لاحقا. يعني يبدا ساعات انسان متزوج، ساعات ظروف اجتماعيه، احنا ساعات وزراء في تونس بعد ما توفى في فرنسا طلع عنده ولد. هذه وقائع والقانون التونسي تدخل لتسويه الوضعيه. الام العزباء اللي ديما نقولوا خاطر صارت تويكا بوليميك كبيره، وهي مذنبه وحرام وحلال. احنا الحلال والحرام وقت اللي المواطن هذاك تكفله كرامته وتعطيه ستاتيو خاصة الصغير، خاصة تعطيه وضعيه قانونيه باش غدوه يخرج يواجه الناس والمجتمع ويبدا راسه مرفوع، ما يبداش ذليل، ما يبداش معناتها يحس بالنقص. انا نقول ان المشرع التونسي ما نجمو الا معناتها نفتخروا بمجال الاحوال الشخصيه، ما نجمو الا نفتخروا بقانون، لانه في الدول العربيه المجاوره الاخرى تقعد تيك الاسم الخايب الاسم اللي نعرفوها الكل، اكل الكلمه ذيك اللي ما نقولوهاش، ويعيش المجتمع يعني بدون احترام. احنا اليوم تكون عنده وثائق رسميه قانونيه شرعيه يواجه بها الناس وتكون عندهم معناتها حتى هما يبنيوا عائلات زاد نهار اخر ويخدموا ويكون عندهم صغيرات. دونك من حقه الصغير، احنا الام ساعات هي تكون مخطئه، ساعات تصير عليها ظروف، ساعات ضحيه. دونك الصغير هذاك وشوف معناتها ما تمشيش لحكايه الاجهاض. نخمم ساعات فما عباد تقول لك يا اخي اوكي فقت بروحها حبل، علاش ما تعملش اجهاض؟ علاش توصل لين هو اللي عنده صغير وعنده مشاكل وتدخل في الخوض نتاع بالرغم احنا الاجهاض في تونس يعني مرخص له هو مصرح به يتشهر بطريقه معينه، وحتى فما من الدول العربيه ودول شقيقه وصديقه يجيوا يعملوا الاجهاض في تونس. كما قلنا نعرفوها احنا النقطه هذيا حكينا هما انت حكيت على الاجهاض. هما نعطيك شويه احصائيات نعطيك احصائيه. هما في تونس ما بين 1600 و2000 حاله ولاده سنويا خارج اطار الزواج. نسب مرتفعه يوميا ما بين 4 و6 و10 يوميا حالة ولادة خارج إطار الزواج، يعني نسب مرتفعة. الشرائح الاجتماعية راهم فاطمة صدقني، الشرائح الفقيرة، المهمشة، الأمية، الجهل، اللي ساعات تبدأ حبلة وما تعرفش روحها حبلة، ما تعرفش وين تمشي، ما تعرفش تعمل حل. شنو تتصرف؟ أما الواعي أو القاري اللي تلقى حل الروحة هذيك ما فيهاش معناتها، أما اللي ما تعرفش لا تعرف إجهاض لا تعرف ما تعرف حتى شيء، هذوما الذين يغرروا بهم يكونوا ضحايا. هما هذوما عملية قارية تعمل حل الروحة وتعمل إجهاض، وإحنا مش ممنوع الإجهاض في تونس. يعني نسب مرتفعة في تونس وحالات أنا نقول موجعة برشا والله. والمرأة هو حتى الإجهاض أستاذة هو حتى الإجهاض يعني هو حتى الاجهاض حاجه سلبيه وحاجه والله. خايبه وما نحكيوش توا حلال وحرام خاطر مانيش ندخلوا فيه، احنا نحكيو اليوم قانونيه. قانوني لهنا مثلا سيبوزون انا عندي مثلا زوز كوبل جابوا صغير في الحرام والاب معترف به لهنا مشى قايده مع الام لكن لم يعترف بالزواج او لم يريد الزواج. لهنا خاصة في الاغتصاب فما اللي خيروا أستاذة ولهنا تصلح لي المعلومة، فما مثلا يقبض عليه الجاني اللي قام باغتصاب الطفلة هنا ويقولوا له يا تتزوجها، يرفض الزواج لكن يقايد صغير باسمه.
هو موقع صار التنقيح الاخير اللي يقولوا احنا الجلاد يتزوج بالضحيه ويتسامح ويخرج من الحبس. وقع التنقيح هذايا ولا ما عادش كيتزوج بها معناتها يقف التتبع، لا حتى ولو تزوج بها وصلح الغلطه نتاعهم يدخل الحبس ويعاقب لانها قاصر، هذه في وضعيه القاصر. لكن هنايا اذا كان هو تعاقب دخل للسجن وحصل المحظور وحصل هذا المولود اللي خارج اطار الزواج، اذا كان ثبت انه من صلبه وهو الابن البيولوجي نتاعو يعترف به، اما عندنا حالتين احنا، اما يقر به تلقائيا يعترف به ويتقيد باسمه ويعترف بالغلطه نتاعو ويعرف كذناه هذيك، ساعات يقول لك انا ما نعرفش عليها الفتاه هذه ربما اتصلت بي جنسين وبغيري، اذا مش متاكد من نعمل لاديان ونحلوا هنا فما الاقرار يعترف به والا نعمل لاديان والا معناتها التحليل اللي المحكمه معناتها تجبره. هي هو المشكله هنا المعضله، انا زوج معضلات نحب نحكي عليهم، انه هذا حتى ولو يتقيد باسمه ما يورثش، هذه الفراغ التشريعي الاول اللي لابد انه القانون يتنقح، لانه اذا كان تقيد باسمه وحمل اسمه يعني ولده علاش قانون الشرع يقول لك لا ابن سفاح ابن زنا، ولكن انا نقول انه لابد ان يتقيد لانه من صلبه وحلاله يحمل اسمه يحمل هويته، علاش ما يورث؟ يقول لك لا ينفقه وعنده واجب الولاية ولكنه لا يرثه، هنا نقيصة ومعناتها فراغ تشريع ولابد أن يتنقح القانون لأنه هذاك ابن شرعي، وإلا الحالة الثانية يجبر بالقانون يقع التحليل ويصدر حكم من المحكمة حتى لو هو رافض سيدتي الكريمة، حتى ولو هو رافض أنه يلحق ولا يشك ولا لظروف معينة. ساعات حالات اجتماعية احنا تو نحكيو سطحيا، ولكن وقت اللي نغوصوا في المجتمع تلقى حاجات كبيرة، حالات يعني ما خفية كان أعظم. وهو اليوم الموضوع هذا نقول أنا من المحظورات المسكوت عنا الخطوط الحمراء، حبينا نحكوا على الفراغات القانونية اللي ما تتخص الأم العزباء وتخص الصغار اللي يجيو من معناتها الحكايات هذه اللي تنجم تكون اغتصاب، تنجم تكون بإرادتها، تنجم تكون باللي تحب، الفايدة يكون فما صغير في الأخر اللي هو مواطن تونسي لازم من حقه يكون عنده جنسية، يكون عنده لقب، يكون عنده اسم، يكون عنده خدمة، يكون ينجم يعدي باك يمشي يعدي في السبيطار في الكلينيك وين انت تحب وعنده ابوه وعنده عائلته، هذا هو اللي احنا حابين نحكيوا عليه. الولايه معناتها نقول احنا نساء اللي يصير لهم الحكايه هذه ربي معاهم، واكيد فما جمعيات وفما قانون يحميهم، احنا حابين نحكيوا خاصه على الفراغات القانونيه اليوم مع الاستاذه انتظار السنوسي. نخرجوا لا قبل ما نخرجوا فاصل هذول وقايد نشوفوا سبوت نتاع ايمونيتي 19 المكمل الغذائي هذايا اللي يساعدنا ان نقاوموا ممكن نقويوا المناعه نتاعنا، نقاوموا الجريب، نقاوموا الكوفيد، علاش لا خاصه في المراحل الاولى نتاعو، اذا كان لا قدر الله مرضت تشرب 3 حرابش منه، اذا كان تحب وقايه حربوشه بركه في النهار وما نفوتوش 3 اشهر. نعاود نذكر اللي هو ممنوع على المراه الحامل المرضعه والصغيره اللي اقل من 12 سنه، تلقاوه في الفارماسي الموجودين في تونس الكل. اكثر معلومات نجم تطلبوا ل 74 441 999. نشوفوا اسبوت الخاصه بايمونيتي 19 ونشوفوا بعدها ديريكت الفصل. سامحني اختي عندك ايمونيتي 19 يقوي المناعة؟ صف عايشك صف 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 سامحني. اما سير عندك ايمونيتي 19 لك ما هو اللي يقوي المناعة وفيه فيتامينات. هيا بيه ايمونيتي 19 اختي ريتو هذا يقوي المناعة الاخر، فيه زنك كله زنك وفيتامين سي وفيتامين دي سافا. ايمونيتي 19 نشاط وحيوية. ايمونيتي 19 مكمل غذائي لتقوية المناعة بعد استشارة الصيدلي. سيكام تقولها لك قوتنا في هريستنا. وردة سرها المحبة.